فات الوقت للتعلم، فات القطار، بعد ما شاب وده الكتاب. هذه كلها أفكار خاطئة تماما، فالعلم يؤكد أن التعلم ممكن في أي وقت وحين. يقولون أيضا راحت علينا. هذه المعاني تحمل فكرة الاستسلام، لا بد أن تزيلها من رأسك، لأنها قد تكون سببا في تضييع طموحاتك وآمالك ومشاريعك. لأن من بين الأسئلة التي تصلني، أنا عندي 20 سنة أو 25 سنة، هل يمكن لي أن أتعلم الفرنسية؟ أقول بأنه ممكن تعلمها حتى وإن لم تدرسها منذ صغرك. في مثل آخر لكن نوظفه خطأ، الحفظ في الصغار كالنقش على الحجر، وهذا المثل هو موجه فقط للآباء ليعتنوا بأولادهم في سن الصغر، لأن طاقتهم أو تركيزهم يكون كبيرا لكن المخيلة صغيرة، يعني ليس عندهم قدرة للفهم. أما أنت فيمكن أن تجمع بين الفهم والتركيز وتكون النتيجة كبيرة، لأن العلم أثبت بأن قدرة دماغنا لا تتوقف عن التعلم. في هذا الفيديو سندرس قصة فرنسية طريفة ومضحكة لكن معبرة، نتعلم منها جملا وتعابير جد متداولة، وسنتعلم أيضا أنه باستعمال قليل من الذكاء يمكن لنا تعويض الوقت الفائت، وتعطينا أيضا فكرة عامة بأن لكل عائق حلا ولكل تأخر حلا. Lors d'un examen. Le professeur surveillant précise qu'il reste 5 minutes et que tout élève qui continuerait à écrire après la fin de l'épreuve verrait sa copie refusée. Les 5 minutes sont passées et tous les candidats rendent leur copie, sauf un qui continue à écrire. Le professeur l'interpelle. Donnez-moi cette copie immédiatement, sinon je serai obligé de... Le candidat continue tranquillement son travail en répondant. Vous savez qui je suis? Donnez-moi cette copie ou... Imperturbable termine son travail. L'élève dit encore, vous n'avez vraiment aucune idée de qui je suis? Non, aucune idée. Votre copie ne sera pas ramassée. Alors, l'élève glissa sa copie au milieu de la pile des autres copies et dit, alors, comme ça, vous ignorez qui je suis. Assalamu alaikum.